السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، مرحبا بكم في قناه بطبخ ام فايزة. في حلقه اليوم غادي نتقاسم معكم غديوه خفيفه ظريفه وجد بسيطه، وما تنساوناش في لي لايك والبارتاج، واللي مازال ما تابوناش يدير ابوني باش ديما يوصلوا الجديد. ما نطولش عليكم اكثر، فرجه ممتعه. ندوزو المقادير. بسم الله على بركه الله. اول شيء عندي جوج كيسان ديال العنبه من العدس اللي منقي ومغسول من قبل. وبالنسبه للعطريه عندي الملحه حسب الذوق، معلقه صغيره من الابزار، نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه من الفلفله حاره، معلقه ديال المعدنوس، معلقه ديال الشرموله ديال القزبور، حبه واحده د مطيشه كبيره محكوكه، معلقه كبيره من مطيشه ديال العلب، واحد البصله مشلضه، خمسه او سته ديال الدروس ديال الثوم محكوكين، ونص كاس من زيت الزيتون. بسم الله غندوزو لطريقه التحضير. بسم الله، اول شيء عندي العدس، غنضيف عليه البصله، ونضيف عليه الثومه، ونضيف العطريه مع قزبور ومعدنوس، ونضيف مطيشه، ونص كاس ديال زيت الزيتون، ونضيف الماء الكافي. وبالنسبه للماء وضعت الماء سخون، ما وضعتش الماء بارد. غنوضع الكوكوت فوق نار متوسطه، من بعد ما تغلي غادي نسد عليها ونخليها حتى تطيب. على ما طيب الكوكوت غندوزو باش نشرملو الحوت. عندي هنايا كميه ديال الحوت بعد ما نقيتو وغسلته مزيان، وعندي الشرموله ديال القزبور اللي دقيتها مع الثومه وشويه ديال الملحه تحميره وشويه ديال فلفله حاره. ودابا غنزيد معلقه كبيره ديال العصير الحامض، ومن بعد غندوزو باش نشرملو الحوت. بعد ما شرملتو من الداخل غادي نعاود نشرملو من برا، وغنخليه حتى يشرب مزيان الشرموله، من بعد عاد ندوزو للقلي. بالنسبه للقلي اختاريت السميده الرقيقه، ووضعت الزيت تسخن، غنخليها تسخن مزيان، من بعد عاد ندوزو للقلي. بعد ما فنت الحوت في السميده وخليت الزيت حتى سخنات، نقصت عليها البوطه، وضعت فيها الحوت. غنخلي الحوت يتقلى على خاطرو على نار متوسطه، ونسويت غندوزو الشلاضه. بسم الله. بالنسبه للشلاضه عندي جلبانه مسلوقه، الرز مسلوق، مطيشه والبصله، بطاطا مسلوقه، الخيار مقطع، والمايس، والبيض مسلوق، والخس مغسول ومنشف من قبل، ولاصوص مايونيز مع لا موتارد. زدت عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل والابزار. بعد ما طاب العدس خليته حتى شرب المرق ديالو تماما، وضعت عليه شويه ديال فلفله مطحونه من الفوق. بالنسبه للحار كيبقى اختياري، وخليت الحوت حتى طاب على خاطرو. هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع بهذيك الشرموله ديالو، كيجي مذاق روعه. وبالنسبه للشلاضه قدمتها على هذا الشكل، خفيف ظريف وبسيط. اي حاجه وضعت عليها لاصوص مايونيز، ووضعت كل حاجه بوحدها من غير الجنبله مع الرز، خلطتهم مع بعضهم، والبصله ومطيشه مع بعضهم كذلك. والمتبقي وضعت كل حاجه بوحديتها. وهذه هي غديوه اليوم سريعه وبسيطه، كنتمنى تعجبكم،
واللي عجباته حلقة اليوم ما ينساش يدير جيم، هذا فضلا وليس أمرا. واللي مازال ما تابوناش يدير أبوني باش ديما يوصلوا الجديد. وشكرا، وإلى الوصفة القادمة إن شاء الله.